الالمان هم داروا بين الجره وطيشونا. بن بولعيد اتفضلوا، مرحبا بكم. مرحبا. لابد نبني طريق صحيح خطوه بخطوه باه نوصل للهدف نتاعنا. احنا تقسمتنا وعرنا ولحقونا هنا. السلام عليكم. حان وقت الحسم. وش نقصد بالحسم؟ الحسم هو نشمروا على ذرعينا ونتكلوا على ربي في تقرير مصيرنا بتفجير الثورة في أقرب وقت. ولازم نعرفوا هذه يلزمها تضحيات، أموالنا، أرواحنا، عائلاتنا، واللي ما عندوش استعداد نفضل ينسحب فورا. أول نوفمبر. أول نوفمبر. أول نوفمبر. أول نوفمبر. هذه الليلة رايحين نعلنوها ثورة شاملة في كل ربوع الجزائر. FLN ما يلزمش تكون الثورة ضد المعتقدات والأعراف. ونأكد ما عندناش عداوة مع الشعب الفرنساوي، لكن مع الاستعمار. ونطلب من كل واحد منكم به يبلغ هذه التعليمات للإخوان اللي تحت مسؤوليته في الناحية، بها تكون هذه المبادئ قناعة عند كل مجاهد. قبل ما نتفرقوا نقترح عليكم ننتخبوا منسق وطني، كل واحد يرشح الشخص اللي يظهر له الأحق لهذه المسؤولية، يكتبوا في ورقة صغيرة، بها تكون عملية اقتراع سري وديمقراطي. وش قلتوا؟ الله يبارك. تفضل. حقك تمتنع وحقك تصوت. بضياف بضياف ديدوش مراد بضياف سيكرين. مرحبا بك سي مصطفى. لاباس. تفضل سي مصطفى تفضل. حذرنا على اجراءات امنيه، راك عارف بلي راهم يحوسوا علينا. حتى انا استغربت تعطيني موعد في قلب الجزائر وفي قهوه وفي تراس. رانا عايشين في هذه الحاله من 47 سي مصطفى، والتجربه علمتنا بلي احسن طريقه باش نعيشوا في الخفاء هو الضوء وماشي الظلمه كما راهم يظنوا. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا. يظهر لي بلي مسالي الحاج راه طالب شويه وقت للتخمام.